الأصحاح السادس عشر. أوصيكم بأختنا فيبة خادمة كنيسة كنخرية، تقبلوها في الرب قبولا يليق بالإخوة القديسين، وساعدوها في كل ما تحتاج إليه منكم، لأنها أسعفت كثيرا من الإخوة وأسعفتني أنا أيضا. سلموا على بريسكيلا وأكيلا معاوني في المسيح يسوع، اللذين عرضا حياتهما للموت من أجلي، وما أنا وحدي أشكرهما، بل جميع كنائس المؤمنين من غير اليهود أيضا. وسلموا أيضا على الكنيسة التي تجتمع في بيتهما. سلموا على الحبيب أبينيتوس، أول من اهتدى في آسيا إلى المسيح. سلموا على مريم التي تعبت كثيرا في خدمتكم. سلموا على أندرينيكوس ويونياس، نسيبي ورفيقي في السجن، وهما من المشهورين بين الرسل، بل اهتديا قبلي إلى المسيح. سلموا على أمبلياتوس حبيبي في الرب، وعلى أوربانوس معاوننا في المسيح، وعلى الحبيب إستاخيس. سلموا على أبولس الذي برهن عن ثباته في المسيح. سلموا على أهل بيتي أرستوبولس. سلموا على هيروديون نسيبي. سلموا على الذين في الرب من أهل بيتي ناركيسوس. سلموا على تريفينا وتريفوس اللتين تتعبان في خدمة الرب. سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في خدمة الرب. سلموا على روفوس المختار في الرب، وعلى أمه التي هي كأمي. سلموا على أسينكريتوس وفليغون وهرميس وبتروباس وهرماس، وعلى الإخوة الذين معهم. سلموا على فيلولوجوس وجوليا ونيريوس وأخته، وعلى أولمباس وجميع الإخوة القديسين الذين معهم. ليسلم بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. كنائس المسيح كلها تسلم عليكم. وأناشدكم أيها الإخوة أن تكونوا على حذر من الذين يثيرون الخلاف والمصاعب بخروجهم على التعاليم التي تلقيتموها. ابتعدوا عنهم، لأن أمثال هؤلاء لا يخدمون المسيح ربنا، بل بطونهم، ويخدعون بالتملق والكلام المعسول بسطاء القلوب. وما من أحد إلا عرف طاعتكم، ولهذا أنا أفرح بكم، ولكني أريد أن تكونوا حكماء فيما هو خير، أبرياء فيما هو شر. وإله السلام سيسحق إبليس سريعا تحت أقدامكم، ولتكن نعمة ربنا يسوع معكم. يسلم عليكم معاوني تيموثاوس وأنسبائي لوكيوس وياسون وسوسي باتروس. وأنا ترتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب. ويسلم عليكم غايوس مضيفي ومضيف الكنيسة كلها. ويسلم عليكم أرستوس أمين صندوق المدينة وأخونا كوارتوس. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أجمعين. آمين. المجد لله القادر أن يثبتكم في الإنجيل الذي أعلنه مناديا بيسوع المسيح، وفقا للسر المعلن الذي بقي مكتوما مدى الأزل، وظهر الآن بما كتبه الأنبياء وعرفته جميع الشعوب، كما أمر الله الأزلي حتى يطيعوا ويؤمنوا. المجد لله الحكيم وحده بيسوع المسيح إلى الأبد. آمين.